ماذا تقرأ في تصريحات نائب الرئيس الإيراني عندما قال نمر بظروف اقتصادية حساسة ولكننا لا نزال بعيدين عن مرحلة الأزمة؟ هل هذا اعتراف ضمني بالفعل بتأثر إيران بالعقوبات الأمريكية؟ وماذا يحمل هذا التصريح من رسائل داخليا وخارجيا خاصة إلى إدارة ترامب؟ أولا شكرا للدعوة. حقيقة هي إيران الآن هي في مرمى العقوبات الأمريكية شديدة لا شك، ولكن لسنا لا نستغرب من هذا. عادة إيران تحاول توظف الأزمة، وأي أزمة خارجية توظفها لأنها عندها أيضا أزمة داخلية الاحتجاجات الشعبية، انهيار العملة، ايضا تستخدم هذا الاستهلاك المحلي. العقوبات ربما تأثر لكن على المدى البعيد، لأن إيران كما يطلق عليها ألمانيا الشرق الأوسط لما تمتلكه من غنية بالموارد الطبيعية، ولا شك ايضا انها ايضا تستولي على اموال ونفط العراق. لكن اذا كانت امريكا جادة وحاسمة، مع أنه منذ 30 عام تحصل هذا التهديد الاقتصادي لإيران، والمراقب حقيقة في دول الخليج يرى أنه مثلا هناك على السطح والمعلن أنه هناك حرب إعلانية، لكن تحت الطاولة اتفاق، ممكن هناك اتفاقيات استراتيجية، بمعنى أنه إيران هي التي سهلت احتلال العراق لأمريكا وسهلت احتلال أفغانستان لأمريكا. لكن ولا نصدق إلا هناك تصبح هناك مواجهة أو حرب. ربما انتهى الدور الإيراني بالنسبة لأمريكا الآن دكتور. يعني المعروف أنها تقوم بتوظيف بعض القيادات في الوطن العربي، ثم عندما تفرغ من هذه الأدوار تقوم بالانقلاب عليها وتغيير سياساتها. ربما سياسيا استنفذ هذا البعبع أو هذه الفزاعة كما حصل لبعض الدول السابقة ربما، ولكن ما يغلق إيران هو الشارع الإيراني، المواطن الإيراني الذي مش متعود على هذا الضنك الاقتصادي بهذا الشكل. هناك التضخم، هناك البطالة، وهناك توقف صناعة السيارات، خصوصا صناعة السيارات الأوروبية اللي تأخذ امتياز وتصنعها داخليا. لكن لم نرى مثل أمريكا يعني قلمت أظافر إيران سواء في العراق أو في اليمن أو في سوريا أو في لبنان. هذا هو اللي يقلق إيران ويضعف قوتها. يعني إيران تحتاج إلى ليس الحصار، نعم، ولكن نحن الآن أمام واقع. فقط أريد أن أخذ منك هذه المعلومة سيدي الفاضل، هل بالفعل إيران بدأت تتأثر بالعقوبات الأمريكية نظرا لهذه العقوبات في الداخل، أم أنها بالفعل كما صرح المسؤول الإيراني بأنها بعيدة عن الأزمة حتى هذه اللحظة؟ لا، ملامح التأثير واضح من انخفاض العملة، نعم، وانسحاب بعض الشركات، وأيضا كانت إيران يأتيها حوالي سنويا 3 مليون سائح. الآن ما في هذا، ما أصبحت وجهة للسائح سواء العربي أو الأجنبي. أيضا خسرت السياحة في هذا المجال من خلال هذه العقوبات المفروضة. طيب. فرضت عزلة، هذه العقوبات فرضت عزلة على إيران الآن.